شوفوا النهاردة عملت لكم ايه. علبة مناديل تحفة، عملتها من الكرتون وغلفتها بقماش الخيامية، تقدروا تغلفوها بأي خامة تانية تحبوها. الفكرة حلوة قوي وكمان سهلة كده ولذيذة. بصوا بنغير المناديل من هنا كده، يعني بسيطة وسهلة وفكرتها كمان عملية قوي وشكلها شيك وتحفة ومش بتاخد خامات كتير ولا اي حاجة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملولي لايك. اول حاجة هنحتاج كرتونة مقاسها 12×20، هشد خط في النص كده في طول وعرض الكرتونة، ورقة مقاسها 4.5×8 هتنيها بالنص كده وهتنيها مرة كمان. رسمت عليها الشكل ده وهقصه. طلع معايا الشكل ده كده، هحط الورقة كده على الكرتونة وهخلي التنايات اللي في النص كده ماشية مع الخطوط اللي انا عاملاها، وبعدين هحدد بقى الشكل ده. هنفرغ بقى الشكل ده بالقطر. هنحتاج كمان كرتونتين مقاسهم 9.5×20، دلوقتي هنقيس المسافة اللي هنا كده ما بين الكرتونتين دول، لان المسافة دي هتختلف مقاسها على حسب الكرتون اللي انتم مستخدمينه. المسافة دي طلعت معايا 11 سنتي، فانا هحتاج كرتونتين، واحدة مقاسها 11×9.5 وواحدة مقاسها 11×8.5، يعني الثابت معاكم 9.5 و8.5، لكن 11 دي متغيرة على حسب المقاس اللي هيطلع معاكم. طبعا انتوا شايفين كده في جنب اقصر من جنب التاني، وهقول لكم ليه بعدين. المهم دلوقتي ان الجنب الطويل ده هسيب فيه 1 سنتي كده، وبعدين هلزق عليه كرتونة صغيرة كده مقاسها 1×10 بعد 1 سنتي الاولاني ده، ما هسيبه كده. يعني تبقى بالشكل ده كده، الجنب الطويل ضفتله الكرتونة الصغيرة دي والجنب القصير زي ما هو مفهوش حاجة. دلوقتي هنغلفها. انا هستخدم قماش الخيامية، ممكن تستخدموا ستيكر الخيامية او اي نوع قماش تاني تحبوه او حتى فوم. وهاجي عند الطرف الاخير ده، وقبل ما اقفله لازم اتنيل جوه. هنقص الزوايا كلها بالشكل ده كده، هقفل الناحية التانية بنفس الطريقة. شوفوا انا لزقت دول وفكتهم تاني علشان في غلطة بشعة انا عملتها دلوقتي في مرحلة تجميع الكرتون. نسيت اقولكم على الكرتونتين دول، المفروض ان انا هلزق واحدة هنا وواحدة هنا كده، وبعدين بقى هنقفل القماش عليهم. الاتنين دول مقاسهم 2×20، بس بسيطة هتصرف. بصوا انا غلفت اطراف الكرتونة كده علشان انا قصة زيادة بتاعت القماش، وده هيأثر عليا في التغليف بسبب الغلطة اللي انا عملتها. هثبت الكرتون على الحرف ده كده، بعدين نقفل القماش على الكرتونة.
فايدة بقى الجزئين دول وفايدة ان في جنب اقصر من جنب، يعني في كده هنا حتة مفتوحة، ان انا هستخدم الكرتونة دي مقاسها 19x10 وهندخلها من هنا كده، وده كده باب نقدر نقفله ونفتحه علشان نغير علبة المناديل. قصيت قطعة كمان من القماش اغطي بيها الجزء اللي من فوق ده، ودي ممكن نتنيها قبل ما نلزقها اصلا علشان ما نحتاجش نحط اي حاجة على الحرف، بس انا هحط حاجة ازين بيها فمش فارق معايا. وممكن كمان تمشوا على حرف القماش كده بالولاعة، حاجة نشدها كويس في كل خطوة. بعدين هعمل فتحة في نص القماش كده مكان الفتحة اللي انا كنت عاملاها في الكرتون، نحط بقى عليهم شمع كده وندخلهم لجوه. انا هستخدم ده في التزيين، ممكن تستخدموا اي حاجة متوفرة عندكم. بصوا شكلها بقى تحفة ازاي. كده الجزء ده خلص خالص. عايزين بقى نغلف الكرتونة دي، وهفكركم تاني بمقاسها، مقاسها 10x19. هنلزق من الطرف اي خيط او اي حاجة زي كده. قصيت قماشة على قد الجزء ده بالظبط، ودلوقتي همشي عليها الولاعة. كده انا خلصت. بندخل المناديل بالجنب كده، بعدين نعدلها جوه، وبعدين هنقفل الغطا. شوفوا بقى الحلاوة والقمر، تحفة تحفة تحفة. تقدر تستفادوا من الفكرة دي في رمضان وغير رمضان كمان. طريقة تقفلها اصلا والفكرة بتاعتها سهلة جدا، ان احنا نغير المناديل. بجد شكلها روعة وسهلة قوي، واستخدمت فيها الكرتون العادي، يعني مش هتشتروا كرتون ولا حاجة، اي كراتين متوفرة عندكم تقدروا تعملوها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.